وللحديث عن القمة الخماسية المنعقدة في مدينة العلمين بمصر وما ينتظر منها على المستوى الإقليمي، تنضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية هبة الفدعم. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ، تحية طيبة لحضرتك ولجميع المشاهدين. أهلا وسهلا، حياك الله. بدأت الفكرة في واشنطن لتتطور في القاهرة لتعقد أول قمة لها في بغداد، ما الهدف الذي على أساسه أنشئ تحالف مواجهة التحديات بين العراق ومصر والأردن في بداية الأمر؟ طبعا بالبداية لو رجعنا إلى الخلف وإلى سنة 2021 تحديدا، اللي هي السنة التي تضمنت انعقاد هذا التحالف والذي كان في بغداد بعد فترة زمنية كبيرة جدا من انقطاع كبير لزيارة رئيس مصري للعراق، هذا التحالف كان له تأثيرات إيجابية على مستوى الاقتصادي وخصوصا على تصدير النفط الخام البصرة إلى مصر وكذلك إلى ميناء العقبة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. نلاحظ أن هذا التحالف كانت انعكاساته الإيجابية على المستوى الاقتصادي أكثر من أي ملف آخر تم مناقشته في هذا التحالف. التحالف تم مناقشة العديد من القضايا من خلال مثل قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الملف العراقي أيضا كان واحد من القضايا التي تمت مناقشتها في هذا التحالف، لكن النتيجة التي أظهرت نتائج إيجابية هو فقط كان الجانب الاقتصادي. بالنسبة على صعيد العراق، الشارع العراقي والمجتمع العراقي لم يحظى للأسف بأي نتائج إيجابية لأي تحالف تم سابقا أو تم خلال السنة الماضية أو خلال هذه السنة. قمة اليوم في العلمين بين الدول الثلاث وازدادت بانضمام كل من الإمارات والبحرين، ما هي الإضافة التي يمكن أن تقدم هاتين الدولتين إلى تحالف مواجهة التحديات؟ طبعا في قراءة بسيطة ولمحة بسيطة على هذا التحالف، نلاحظ أنه كل مكونات منطقة الشرق الأوسط موجودة في هذه التحالف، اللي هي شمال أفريقيا متمثلة بمصر، العراق بموقع الجيوسياسي وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية، أضف إلى هذا ثقل كبير جدا جاء عن طريق وجود دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي يعتبرون دولتين موجودة في مجلس التعاون الخليجي. إذا أصبحت الصورة الآن مكتملة للقوى العربية الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط، ممكن أن تضفي ممكن أن تلقي بنتائج إيجابية على الأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، عدم الاستقرار الذي يشهده منطقة الشرق الأوسط خصوصا بعد الحرب الأوكرانية الروسية التي امتد مداها لفترة زمنية أطول من الفترة التي كان متوقعا لها والتي ألقت بظلال سلبية على مناطق خصوصا مناطق الشرق الأوسط وخصوصا المناطق الهشة اللي موجودة في الشرق الأوسط التي تعاني من هشاشة داخلية، تعاني من أزمات كثيرة مثل العراق، مثل لبنان، مثل اليمن، سوريا. ونقطة أيضا يجب إضافتها، هذه الدول التي شاركت التي شاركت في هذا التحالف اللي هي متمثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، هي دولتين متطبعتين أيضا مع إسرائيل. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الصورة للدول الموجودة الآن بهذه التحالف هي تشمل كل الدول الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. هل ستبقى القمم خمسية بعد أن انضمت الإمارات والبحرين إلى العراق ومصر والأردن، أم أن العدد يمكن قد أن يزداد في الفترة المقبلة؟ لو رجعنا سابقا إلى شهر تموز في قبيل انعقاد قمة جدة، ذكر الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية أنه هناك مقترح أو هناك رؤية مستقبلية لإنشاء حلف في منطقة الشرق الأوسط يحاكي أو مشابه لحلف الناتو. ربما هو قد لا يكون نسخة تماما بالضبط لهذا الحلف، لكن ممكن إنشاء هذا التحالف اللي موجود حاليا ممكن أن تمتد رقعته لتشمل دول أكثر وليست فقط دول عربية، ممكن أن تشمل دول أخرى أيضا غير عربية، ممكن أن تنضم إليها تركيا على سبيل المثال باعتبارها أحد أقطاب القوى اليوم في منطقة الشرق الأوسط ولاعب مهم جدا وأساسي
في منطقة الشرق الأوسط وفي الأزمات اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط أيضا، ممكن أن نشهد هذا في المستقبل طيب. القريب. ست قمم عقدت لدول التحالف المشار إليه، والسؤال ما هو الذي تمخض عن هذه القمم حتى الآن ويمكن البناء عليه في فاعلية هذا التحالف؟ دعني أتحدث هنا عن الملف العراقي باعتباري أنا مختصة في الملف العراقي. عقدت كثير من القمم وعقدت كثير من التحالفات الكثيرة في منطقة الشرق الأوسط وضمت دول عديدة من منطقة الشرق الأوسط. هل لاحظنا تغيير على مستوى العراق الداخلي على السياسة الداخلية العراقية؟ بالتأكيد لا. هناك بعض النتائج التي تأتي أن هناك ارتفاع نسبة تصدير للنفط، وقع العراق الاتفاقية كذا، العراق على استيراد مثلا على سبيل المثال طاقة كهربائية والكثير من هذه الأمور التي دائما ما والتصريحات التي دائما ما ترافق انتهاء كل قمة. لكن على الواقع العراقي لو نظرنا إلى الواقع الشارع العراقي والمجتمع العراقي لم نلمس أي شيء إيجابي من هذه التصريحات التي تعقب كل قمة. يعني مثلا على سبيل المثال لو رجعنا إلى شهر تموز في القمة التي عقدت والتي كانت بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن عند زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، كانت هناك الكثير من التأملات والكثير من الآمال عفوا التي كانت ملقاة على عاتق هذه القمة، خصوصا كان هناك الأمل موجود على أنه الدول العربية والمنطقة الإقليمية ستساهم في انفراج للأزمة الداخلية العراقية. أستاذة هبة، في كل التحالفات التي تحصل هنالك ما هو مطلوب من الدول وهنالك ما تطلبه تلك الدول. في بلد مأزوم كالعراق، ما الذي تنتظر دول هذا التحالف منه أن يقدم لهذا التحالف برأيك؟ حاليا العراق لا يمكن له تقديم أي شيء. العراق الآن في عنق الزجاجة بالضبط. العراق الآن على مفترق طرق، المجتمع العراقي الآن والشارع العراقي الآن يواجه انقسام عميق جدا. هذا الانقسام ربما ينفجر في أي لحظة إلى انفجار وإلى احتدام ما بين الأطراف المواجهة مع بعضها البعض. هناك أطراف خارجية إقليمية تدعم الطرفين اللذين على شفا هذا الاحتدام. لذلك عندما تسألني هل هناك ما يقدمه العراق، أنا أود أن أجيب في هذه المرحلة العراق يقدم له عون في هذه المرحلة، وليس هناك ما يقدمه العراق لمنطقة الشرق الأوسط. الدول المنهارة عند انهيارها هي لا تمثل خطر على نفسها كدولة، وإنما خطرها ممكن أن تنتشر رقعتها إلى كل الدول المجاورة، ممكن أن ينتشر إلى كل منطقة الشرق الأوسط. من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية هبة الفدعم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.